أكد جلالة الملك عبد الله الثاني على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها. وجدد جلالته خلال مباحثات مع الرئيس البولندي أندري دودا التأكيد على التزام المملكة بالعمل لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الأردن اتخذ السلام خيارا استراتيجيا. وأشاد جلالته بمواقف بولندا الداعمة لجهود السلام على أساس حل الدولة، مؤكدا أهمية استمرار دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، مؤكدا مواصلة الأردن الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. وكان جلالة الملك وصل إلى العاصمة البولندية وارسو في محطته الثانية خلال جولة أوروبية بدأها أمس الاثنين في النمسا. كان الرئيس البولندي أندري دودا في مقدمة مستقبلي جلالة الملك، حيث أقيمت لجلالته لدى وصوله القصر الرئاسي مراسم استقبال رسمية. على هامش الزيارة، وقع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نظيره البولندي اتفاقية برنامج التعاون بين حكومتي الأردن وبولندا في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم للأعوام 2021 إلى 2024، كما وقع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارتي خارجية البلدين. ومعنا أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الدكتور بدر الماضي. دكتور، أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة. دكتور، تاريخيا الموقف البولندي معروف من الاحتلال الإسرائيلي، كيف يمكن استمالة هذا الموقف للحق العربي؟ يعني بالتأكيد ما يمثل جلالة الملك أنا أعتقد أنه هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن التعامل مع البولنديين في هذا المجال، في مصداقية كبيرة جدا. الملك يتمتع بعلاقات طيبة في كل أوروبا، والملك يقود السياسة الخارجية الأردنية باعتدال، فلذلك أوروبا دائما تتطلع إلى أن رؤية الملك ورؤية السياسة الخارجية الأردنية دائما هي الأقرب إلى الواقع، فلذلك الأردن يستطيع أن يحمل في هذا المجال الهم الفلسطيني والآثار المترتبة على عدم وجود حل أساسي لهذه القضية التي طال أمدها. إذن أنا أعتقد أن ما يمثله جلالة الملك من قيم معروفة لدى الأوروبيين والآن لدى البولنديين أنا أعتقد ستساهم مساهمة كبيرة جدا في التغيير في الموقف الهولندي البولندي باتجاه الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة زحزحة هذا الموقف الداعم لإسرائيل دائما. نعم دكتور، منذ فترة قريبة شهدنا توترا بعض الشيء في العلاقات البولندية الإسرائيلية، كيف يمكن البناء على هذا التوتر؟ يعني عندما نتكلم عن مثل هذه التوترات لا يجب أن نأخذها أنها تقريبا أصبحت حقائق على الأرض. العلاقة الإسرائيلية البولندية هي دائما علاقة مؤسسات تاريخية، فلذلك عندما نتحدث قد تكون هذه يعني النزاعات قد تكون مؤقتة أو الخلافات قد تكون مؤقتة، لكن بالتالي أنا أعتقد على البولنديين ونعتقد أنهم هم الآن قد فهموا أو يفهموا الوجهة النظر الأخرى والتي يحملها جلالة الملك والتي ستزاحم وجهة النظر الإسرائيلية داخل السلطات وداخل المؤسسات البولندية. هذا هو الأهم، الرهان فقط على أن هناك خلاف ويجب أن يعبأ هذا الخلاف لا أعتقد هو الاستراتيجية الوحيدة. الأردن يملك استراتيجية أهم، وهي أن الأردن يريد أن يزاحم في مثل هذه المواقف ويريد أن ينقل وجهة نظر أخرى لهذه الدول الداعمة لإسرائيل ومحاولة زحزحة موقفها باتجاه الموقف الداعم للموقف الأردني وللموقف الفلسطيني بشكل عام. هذا فيما يخص الجانب السياسي. إذا ما تحدثنا عن الجانب الاقتصادي، بولندا دولة اقتصادها ناشئ ولكن لديها خبرات كبيرة ولعل أهمها في تنمية الموارد البشرية، كيف يمكن للأردن الاستفادة من تطوير هذه العلاقة مع الجانب البولندي؟
كما تعلم أخي العزيز ويعلم المشاهدين الكرام أنه في السنوات الأخيرة بولندا أصبحت من الاقتصادات ليست فقط الناشئة وإنما اقتصاديات متقدمة. نتكلم عن صناعات ثقيلة، نتكلم عن صناعات يعني في متعددة سواء ثقيلة أو غير ثقيلة، نتكلم عن مؤشرات اقتصادية كبيرة جدا أصبحت أوروبا تراهن عليها. فلذلك الأردن من هذا المنطلق يريد أن يفتح هذه الأبواب باتجاه أوروبا ومن خلال بولندا أيضا. فلذلك يمكن من خلال اتفاقيات سواء الموقعة اليوم التي ستوقع في المستقبل أو التي كانت بين الطرفين زيادة هذا الاستثمار في العلاقة بين الطرفين. أنا أعتقد أن الأردن لديه الكثير مما يستطيع من خلال الاستفادة من البولنديين. أيضا أنا أعتقد كان هناك دعوات جادة من قبل جلالة الملك لرجال الأعمال وللشركات الكبرى في بولندا للاستثمار هنا في الأردن، وأيضا كان هناك حديث كبير جدا في قضية السياحة، السياحة الأوروبية ومن بولندا. بولندا لديها عدد سكان كبير جدا، فلذلك أيضا السياحة باتجاه الأردن من القضايا المهمة جدا التي يحاول الأردن أو يعول عليها كثيرا في السنوات القادمة. نعم، أيضا تم توقيع اتفاقية للتعاون بين حكومتي الأردن وبولندا في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم للأعوام الثلاثة المقبلة. ما هي الأمور التي يمكن للأردن أن يستفيد منها في هذه المجالات الثلاث؟ يعني نتكلم عن تبادل طلابي أكاديمي، نتكلم عن تبادل خبرات تعليمية مدرسين جامعات، نتكلم عن تعاون بين الجامعات البولندية والجامعات الأردنية بشكل عام، نتكلم عن برامج في تبادل للبرامج بين الطلبة سواء الأردنيين لبولندا أو البولنديين للأردن عبر برامج أوروبية معتمدة وعبر علاقات ثنائية بينية بين الأردن وبولندا. فلذلك أعتقد أن هناك أيضا خبرات مهمة جدا في المجالات الهندسية يمكن الاستفادة منها من خلال الشركات الأردنية والجامعات الأردنية من الجامعات والشركات البولندية التي أصبحت تحقق نتائج مهمة جدا في مجال التنمية الحقيقية والصناعية الموجودة في أوروبا الآن. نعم دكتور، يعني لو عدنا إلى الأساس وهو انطلاق جلالة الملك في الزيارات الكثيرة بالفترة الأخيرة، كيف يمكن أن نضع هذه الزيارة ضمن هذا الإطار الواسع والزيارات المتعددة التي يقوم بها جلالة الملك؟ أنا أعتقد هذا هو السؤال المهم. أنا أعتقد أن جلالة الملك في حراكه الدبلوماسي هو يريد أن يثبت أن الأردن ما زال لاعب أساسي ولاعب مهم جدا في يعني لفهم ما يجري في المنطقة، لفهم العلاقات المتشنجة داخل الفواعل الدولية في منطقة الشرق الأوسط. يريد جلالة الملك أن يقول لهذه الدول خاصة في أوروبا أن فقط الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية قد لا يكون كافيا، لابد من إشراك الأوروبيين وبطريقة فاعلة سياسيا واقتصاديا في الشأن الشرق أوسطي. كما تعلم نحن نعاني من أزمة لاجئين كبيرة جدا والأوروبيون شركاء أساسيون. جلالة الملك يريد أيضا أن يفتح أبواب كادت أن تقصد أمام القضية الفلسطينية، وتم إعادة القضية الفلسطينية إلى طاولة البحث من خلال العلاقات الأردنية الأوروبية والعلاقات الأردنية الأمريكية. كل هذه الجهود أنا أعتقد ستساهم مساهمة كبيرة جدا وستعمل إلى حد كبير جدا في حلحلة الخلافات الموجودة في الشرق الأوسط. نتحدث عن الملف السوري الآن، نتحدث عن عودة العراق إلى الساحة العربية. أنا أعتقد كل هذه الأمور يستطيع جلالة الملك أن ينقلها بحكمة إلى الأوروبيون وإلى الدول الأجنبية من أجل مشاركة فعالة في إعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة والحديث عن إذا كان هناك عدم استقرار وهناك أزمة لاجئين لن تبقى فقط هي محصورة في منطقة الشرق الأوسط، ولكن يمكن أن تتأثر بها أوروبا ويتأثر بها العالم. هذه الرسالة التي يجب أن تصل، وأنا أعتقد أنها تصل بقوة من خلال السياسة الخارجية الأردنية بقيادة جلالة الملك. نعم أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية دكتور بدر الماضي، شكرا جزيلا لك. معنا من بروكسل مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث الأستاذ رمضان أبو جزر، أهلا وسهلا بك معنا. نبدأ من الشأن الاقتصادي، كيف يمكن للأردن وبولندا تطوير العلاقات الثنائية دعما لاقتصاد البلدين؟ مساء الخير. توقيع الاتفاقات التي تم الإعلان عليها هو عنوان واضح للشق الاقتصادي، ولكننا نقرأ هنا في بروكسل أن العنوان السياسي هو الأبرز والأهم
لزيارة الملك أو لجولة الملك الأوروبية، حيث باختيار العناوين بداية بالنمسا مرورا اليوم ببولندا وتوجهه إلى ألمانيا ثم بريطانيا قبيل الالتحاق بزعماء العالم في قمة المناخ، نسجل أن الملك الأردني المرحب به أوروبيا، بالمناسبة الملك عبد الله بشكل مختلف عن باقي زعماء المنطقة مرحب به جدا في أروقة البرلمان والمفوضية الأوروبية وفي البلاط الرئاسي في معظم دول أوروبا. توجهه اليوم إلى بولندا بعد النمسا، وهي الدول الأكثر دعما والأكثر التصاقا بالمواقف الإسرائيلية، هو له دلالة سياسية أكثر منها اقتصادية، بمعنى أن الملك عبد الله يريد أن يمارس ضغطا أو يريد أن يمارس نوع من العلاقات الدبلوماسية لتخفيف اصطفاف هذه الدول إلى جانب إسرائيل في الاستحقاقات القادمة، وخاصة أن المنطقة يتلاعب بها لوبي صهيوني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة للزجف الأردن، وكما نتابع أنه يمارس ضغطا لممارسة نوع من الزعزعة داخل الأردن. هذه الزيارة يتابعها الفلسطينيون كما الأردنيين لأهميتها، لأن يسعى من خلالها الملك الأردني البحث عن استقرار وتوطيد وتسخير العلاقات الأردنية أو علاقات الملك بالذات مع زعماء العالم لصالح القضيتين الفلسطينية واستقرار الأردن. نعم أستاذ رمضان، يعني تقريبا من 4 أشهر شاهدنا لربما أول توتر حتى لو كان بسيطا في العلاقات بين بولندا وإسرائيل، هل يمكن لجلالة الملك البناء على هذا التوتر في العلاقات واختلاف وجهات النظر بعض الشيء بين بولندا وإسرائيل؟ للأسف لا يمكن المراهنة على هذا الشيء، ويمكن البناء عليه، ولكن علاقات إسرائيل كما نتابع في بولندا تعتبر من أقوى الدول التي لديها لوبي صهيوني متنفذ قوي. المحاولة الملك كما أسلفت أنها شخصية مقبولة جدا لمعظم الدول الأوروبية، والاستقبال الذي حظي به الملك اليوم في بولندا يدلل على أهمية اهتمام الرئاسة ورئاسة الحكومة، وحتى عرض عسكري وتوقيع وعرض للشرطة، هذا ما نذر أن يكون في ضيافة ضيف غير مهم. الأهمية لهذه الزيارة تأتي في التوقيت وفي العناوين في خارطة الطريق الأوروبية، ومن ضمنها بولندا والنمسا قبلها وألمانيا قبيل ذهاب المستشارة الألمانية في آخر أيامها. كل هذه الخريطة التي يسير بها جلالة الملك أعتقد أو نسجلها هنا بأنها من قبيل ضغط سياسي في الأوقات الحرجة التي تمر بها المنطقة، حيث أن هناك رغبة أمريكية في عودة إعادة عملية السلام، وهناك تعنت إسرائيلي ويريد أن يخلق أزمات في الضفة الغربية. لاحظنا قبل 5 أشهر معركة القدس وموقف الملك الأردني الذي كان حاسما وكان في مواجهة تقريبا بالنيابة عن الكل العربي وبالنيابة عن الفلسطينيين أنفسهم. صدقا الكل ينظر باهتمام لهذه الزيارة، حتى الإعلام الإسرائيلي حاول قدر المستطاع أن يتفهم لماذا الملك يزور بولندا، ولكنه لم يعطي إجابات، حيث أنهم متمكنين من مواقف بولندية راسخة في دعم إسرائيل. محاولة الملك هي محاولة ذكية جدا في محاولة خلق توازن في المواقف السياسية للدول الداعمة لإسرائيل، حيث أن الدول التي تدعم الحق حق حل الدولتين لا زالت ثابتة على موقفها، ولكن يبدو أن الذكاء السياسي يقول أننا يجب أن نذهب إلى الدول الأكثر تصلباً والأكثر تعنتاً والداعمة بشكل دائم دون ضوابط للحكومات المختلفة في إسرائيل، يمينية وغير يمينية. وفي العشرية الأخيرة شاهدنا أن إسرائيل تتجه هي تحت حكم أحزاب يمينية متطرفة لا تؤمن بالسلام ولا تؤمن بحسن الجوار، وتحاول أن تعبث بأمن الأردن كما أنها تعبث بحياة ومقدرات الفلسطينيين. والملك كما ذكر تقريركم هو مؤمن على المقدسات الإسلامية في فلسطين والقدس، وأيضا الشعب الفلسطيني ينظر للملك كأنه حالة وطنية خاصة وفريدة ولا تختلف عن القيادة الفلسطينية في مكنونات الفلسطينيين.
أوروبيا، الأوروبيون ينظرون بكل احترام وثقة كبيرة للملك عبد الله ومن قبله الملك الحسين، ويجب على الكل العربي أن يستفيد من هذه الثقة ويبني عليها في محاولة حصار التعنت الإسرائيلي من خلال استقطاب مواقف أو تغيير مواقف بعض الدول الأوروبية الداعمة دوما لإسرائيل. نعم أستاذ رمضان، تحدثت عن المسار الأوروبي لجلالة الملك في السابق وأيضا في الأيام القادمة حتى الوصول إلى المؤتمر الذي سوف يتحدث عن المناخ، لكن إذا عدنا أيضا بالزمن إلى الوراء أيضا نرى زيارة الملكية للولايات المتحدة الأمريكية، نرى زيارة الملكية إلى روسيا، كيف يمكن أن نقرأ كل هذه الزيارات ككل؟ كلها تصب في نفس الاتجاه، الملك عبد الله هو ملك الأردن ولديه مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة لدى تجاه الشعب الفلسطيني، ولديه مسؤولية تجاه استقرار المنطقة، واتخذ قرارات جريئة لم تعجب بعض قادة الدول الكبرى مثل عملية بدء الحوار مع النظام السوري أو على بدء العمل على فتح مجالات للتواصل مع دول الجوار جميعها بدون ضوابط. أعتقد أن الذكاء في هذه الجولة تحت عنوان كبير هو سعي الملك الأردن لجني أكبر دعم سياسي لاستقرار الأردن ولإعادة عملية السلام بمنظور يضمن حق الدولتين والقدس الشرقية تكون عاصمة للفلسطينيين، لأن ما يقوم به الإسرائيليون هو من خلال خلط الأوراق نقل الأزمة من الضفة الغربية إلى الأردن، وهذا ما يعيه الملك. الملك يقوم بزيارات لوضع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أمام مسؤولياتها، واليوم جولة أوروبية وقبيل قمة المناخ هي أيضا في تحقق نفس الهدف، هو يريد أن يضع بعض الحقائق أو حقائق يعلمها جيدا أمام قيادات العالم الأوروبية والغربية الأمريكية والروسية لكشف المخططات الإسرائيلية التي تعمل على زعزعة المنطقة ككل. نعم شكرا جزيلا لك من بروكسل مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث الأستاذ رمضان أبو جزر.